خالص. حضرتك وزنك قد ايه طيب؟ انا وزني 130، وعندي بطن كبيره جدا. طبيعي ان هي طبعا البطن، بس حضرتك مأثرة سنك على قد ايه ظهري. ممكن نعرف؟ ايه؟ السن قد ايه؟ 51. 51 سنة. وطبعا الزيادة دي ما كانتش مرة واحدة مفاجأة، هي جاية لا بالتدريج. لا، هي طبعا بعد الولادات الكتير جسمي ملا، وبقالي فترة على كده حاولت اعمل ريجيم، نزلت 18 كيلو فحصلت ظروف وطلعتهم تاني، فمش عارفة انزل خالص. عندي الغضروف وعندي روماتيزم وخشونة في العظم، ومش قادرة اقوم خالص من ظهري. حضرتك في مشاكل يعني نتيجة السمنة طبعا، قلة الحركة ووجع الظهر وكل ده. طب احنا ده فعلا موضوع حلقتنا النهاردة، اللي هي المشاكل او الامراض الناتجة عن السمنة، فاحنا هنتكلم طيب يعني تبين هشوف يا مدام ان شاء ساوس، الله في خلينا بس قبل ما نجاوبها على سؤالها نجاوب بس مدام منى بقى على سؤالها الاخير. بعض الادويه، ويمكن فتحنا الموضوع ده برضو واتكلمنا بالظبط. عنه، بعض الادويه اللي ممكن تكون بتحتوي على الجنزبيل او الجريفوت او الحاجات دي. هو الحقيقه السؤال ده مهم بالنسبه لمدام منى والمدام برضو اللي هي عندها اوفر مدام ويت، ساوس، مدام سوسن. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي في ادويه حديثه جدا بيحتوي المواد بتاعتها على الجرسينيا. نبات الجرسينيا ده من اكتر النباتات اللي بتساعد على زياده معدل حرق الدهون في جسمنا، تمام. بالذات على منطقه البطن، فهي بتشتغل فعلا على المنطقه دي بحيث ان هي بتزود معدل حرق الدهون، لانها بتعاكس نشاط الكورتيزون. الكورتيزون ده هو اكتر الهرمونات اللي في جسمنا اللي بتسبب زياده في معدل تكوين الدهون والخلايا الدهنيه في منطقه البطن بالذات، وده بينتج نتيجه لمشاكل نفسيه اللي ممكن تحصل لنا طول اليوم، فبتعلي من الهرمون ده، وقلة النوم كمان والأرق بيؤدي إلى زيادة معدل نشاط هرمون الكورتيزون في جسمنا، فبالتالي بيزود من تكوين الخلايا الدهنية في منطقة البطن بالذات. فطبعا النبات الجرسينيا من النباتات المهمة جدا، وبرضو بعض الإنزيمز الحارقة موجودة في بعض الأدوية اللي بتزود من معدل حرق الدهون. أما الجنزبيل فدي مادة هايلة جدا، هي والقرفة والشاي الأخضر كل النباتات الطبيعية دي ممكن نتناولها طول اليوم على شكل شراب 3 مرات في اليوم أو أكتر، فدي بتزود برضو من معدل حرق الدهون بشكل مفعول مناسب، بس ما هياش الحل السحري. طبعا. فطبعا احنا لو اخذنا الكبسولات اللي هي فيها بعض المواد المنشطه لحرق الدهون بيبقى التركيز بتاعها اعلى، فبتجيب نتيجه بالتالي اسرع. طبعا ده مهم جدا، لانها بتشتغل بشكل مباشر على زياده الخلايا الدهنيه الموجوده في بعض اماكن في جسمنا. تمام. طيب بالنسبه بقى لمدام سوسن، يعني احنا بنقول مثلا لو حد صغير في السن والوزن 130 او فوق ال100، احنا بنقدر نقول انه ممكن تتحركي كتير، ممكن تمشي كتير، ممكن تستعيني بالرياضة مع نظام معين هيجيب نتيجة على المدى البعيد، ولكن هيجيب نتيجة. لكن لما يبقى السن فوق ال50 ويبقى نتيجة السمنة في بعض الأمراض اللي ممكن تكون موجودة زي الآلام اللي في الظهر والآلام اللي ممكن تكون في الرجلين، فما نقدرش نقول لها قومي العبي رياضة أو ده امشي حقيقي. كتير، وأكيد ده برضو نتيجة السمنة المفرطة اللي ممكن تكون موجودة عندها. ده حقيقي. فاحنا زي ما قلنا قبل كده هي محتاجة برضو حل سريع شوية، مش محتاجة يعني النزول البطيء في الوزن اللي هو نقول لها لازم الفطار كذا والغدا كذا والعشاء كذا، مش هيجيب النتيجة المطلوبة معاها، لأن عندها السمنة المفرطة. السمنة المفرطة زي ما قلنا اللي هي معدل كتلة الجسم أكتر من 40، هي فعلا عندها معدل كتلة الجسم أكتر من 40، فده هيؤدي إلى قلة نشاط في حرق الدهون عندها. حتى لو عملت الدايت اللي هو ممكن أي حد ينزل عليه، هي هيكون نزولها ممكن يكون أبطأ من العادي، فهتبقى محتاجة تنشيط. وفي نفس الوقت هي بتعاني من بعض الآلام في ظهرها أو في ركبها، فهتمنعها زي ما قلنا عن الرياضة، فهتبقى محتاجة زي حاجة تنشط معدل حرق الدهون زي الهوت ساونا بلانكت دي بتبقى لف تنحيفي للجسم كله، بنحط بعض الكريمات على الجسم وبتقعد جوه الساونا وبتطلع تعمل تمارين معينه، مش بتبقى مجهود كتير، بتبقى على جهاز وهي واقفه بس، فده بيؤدي الى ان هي بتحرق حوالي 1000 سعر في النص ساعه. تمام. فهي تبقى محتاجه حاجه تزود من معدل حرق الجسم، بلس المحتاجه الادويه زي ما قلنا اللي هي فيها
زيادة لمستوى الأدرينالين في الجسم اللي بيعلي من مصدر الحرق. فهتبقى محتاجة الاثنين بارل مع بعض بحيث ان هي تنزل في الشهر الواحد ما بين 10 و12 كيلو. ده مش كتير يعني، دايما لما كنا بنسمع ان احنا ان يعني نخس بسرعة، لا ده مش صح، لازم يعني ناخد الموضوع واحدة واحدة عشان جسمنا ما يرجعش تاني بسرعة. اللي حضرتك قلتيه ده في خلال الشهر مثلا 10-12 كيلو في خلال الشهر، ده كويس، معدل كويس ولا معدل ممكن يكون مقلق، ولا ده خاص بحالتها هي بس بالزبط. عشان خاطر هي وزنها فوق المية؟ ده حقيقي. احنا دلوقتي عشان نعالج مشكلة لحد وزنه 130، فده محتاج الاول نزول سريع شوية اول 3 شهور، ان احنا بنحاول ننزل حوالي 30 كيلو. بعد كده بيبتدي النزول يبقى ابطأ، بحيث ان هو ما نعملش دروب مرة واحدة ان هو نزل وبعد كده يبطل دايت، لان ده مش هيفيده. احنا طبعا بنحاول نعوده على عادات غذائية صحية في الفترة دي من غير ما يكون في دايت تريكت او حرمان، بحيث ان هو يبقى برضو حاله نفسيه مهمه جدا طبعا، ما تبقاش فقد الثقه في نفسها، ما يجيلهاش اكتئاب، تبقى المود بتاعها طبيعي جدا مع ولادها في البيت، ما يبقاش عندها اي سايد افكت. فبننزل اول 3 شهور بشكل سريع، وبعد كده بنبتدي يبقى النزول البطيء اللي هو مثلا ممكن يبقى 6 كيلو في الشهر او 5 كيلو في الشهر. فبالتالي ان هي 6 شهور كفيلين ان هم يوصلوها للوزن. يعني احنا بنبدا بس يعني زي ما نقول كده نحرك جسمها بس في بالزبط. الاول او نحفز الخلايا على ان هي تبقى بتحرق بشكل اسرع، طبعاً. وبعد كده نبدا الموضوع، يعني بناخد الموضوع من الاخر مش من طبعاً. الاول. ليه بقى؟ لان كل الوزن ده هيمنعها من الحركه الطبيعيه، هيمنعها من الرياضه، لكن مجرد ما ننزل ال 30 كيلو الاولانيين ده هيخليها تقدر تتحرك بسهوله وتعمل رياضه وتعمل كل الاكتيفيتيز اللي كنا عايزينها نعملها، هي دي اللي هي تساعدها على زيادة معدل الكتلة العضلية في جسمها اللي هتساعدها بعد كده على الحرق الطبيعي من غير ما تبذل مجهود. أنا ليا سؤال في الجزئية دي، ولكن خليني أخد التليفون ونرجع نكمله مع بعض. أم أحمد، ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أيوة، ممكن أكلم الدكتورة؟ اتفضلي. أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيكي. ايوه دكتوره، لو سمحتي عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي حضرتك. انا عملت رجيم مشي على نظام غذائي يعني، والدكتور شاف وزني الاول وزني 98 ومشاني، قال لي في الاسبوع الاول 3 كيلو وبعد كده في الاسبوع كيلو بكيلو. فانا عايزه اعرف يعني حاجه تخليني انزل عن كده، ولا ده العادي يعني، ولا ايه الميزان قد ايه؟ وكمان باخد حاجه قبل الاكل كده. ام احمد، ايوه، انت كان وزنك